ازاي حضراتكم يا شباب؟ منورين. طبعا كل الشكر للمهندس عمر سليم والتيم اللي معاه في بيم اريبيا. شرف كبير ليا ان انا اشتغل من خلال بيم اريبيا، اعمل الكورس ده. اتمنى ان شاء الله ان انا اقدم محتوى مفيد للناس. واهم حاجه تدعوا لي بعد الكورس ده ما ينتهي. لو حد منكم استفاد بمعلومه وحس انها معلومه جديده، او في ناس جديده لسه معانا في السيفل ما عندهاش خلفيه خالص عن البرنامج، ان شاء الله نتمنى من ربنا ان احنا نقدم معلومه تفيد كل الناس باذن الله رب العالمين. المهندس هشام فوزي كان عمل كورس قبل كده قريب من حوالي شهر مثلا مع بيم اريبيا برضو، فانا مش عايز اكرر نفس الكلام اللي قاله المهندس هشام. المهندس هشام طبعا استاذنا وكلنا بنتعلم منه، لكن هو اكيد اتكلم في البيزكس، اتكلم في فيما يخص المساحه، اتكلم فيما يخص الطرق. كان الكورس بتاعه اكيد شامل، لان المهندس هشام بيحب يقول معلومه كامله، كامله التفاصيل، يعني مش مجرد انه بيقول، بيتكلم عن التولز في البرنامج، هو بيحب يقول المعلومه وتكون المعلومه كامله وكافيه. استاذنكم بس افتح الشات عشان ابقى شايف مين اللي بيتكلم عشان اقدر اتعامل مع الناس. النهارده انا برضو مش عايز ابتدي من الزيرو، يعني مش عايز ابتدي من الصفر، مش عايز اقول هنتكلم في النقط واشكالها، ونتكلم في الاستايلات الخاصه بيها، ونتكلم في الليبلز، وبعد كده نتكلم في الخريطه الكونتوريه وازاي ندخلها وازاي نعمل منها سطح. انا عايز اتخطى شويه الاساسيات اللي 1000000% المهندس هشام غطاها في الكورس بتاعه. انا عايز ابتدي اتكلم في ديزاين الطرق. الكورس بتاعنا يمكن احنا هنتكلم ان شاء الله هنتقابل 5 مرات، والمحتوى بتاعنا دسم، فيا رب ال5 مرات دول يكفوا ان شاء الله نقول كل اللي احنا عايزين نقوله في الوقت القصير ده. تمام. بداية على السريع كده، واجهة البرنامج زي ما انتم شايفين ال 7-3 دي برنامج شبيه بالكاد، مع طبعا الاختلاف. الكاد برنامج رسم هندسي، يعني انا مثلا لو عايز اصمم منشأ معين فانا برسم على الكاد، وبعد كده بصدر المنشأ ده لاي برنامج من برامج التحليل الانشائي زي التاب، زي الايتابس، زي السيف، عشان ابتدي اعمل تحليل انشائي للمنشأ ده. ابتدي اقول مثلا العمود ده محتاج عدد معين من الاسياخ الحديد، اقطار الاسياخ كذا، البلاطه دي انا عايز اصلحها اديها كام سيخ في المتر. الكلام ده كله ما بيتعملش من خلال الكاد. الكاد بيبقى دوره ان هو برنامج رسم هندسي، على عكس السيفل 3 دي. السيفل 3 دي برنامج تصميم. طيب السيفل 3 دي ايه المجالات اللي ممكن يشتغل فيها يا جماعه؟ بيشتغل هو الاساسي بتاعه مجالات البنيه التحتيه، المشاريع المفتوحه، ممكن نقول كده. حضرتك ممكن تشتغل بالسيفل 3 دي في شغل الطرق، ممكن تشتغل، وده طبعا الشائع، السيفل 3 دي يعني طرق. ممكن تشتغل بالسيفل 3 دي شغل شبكات، شبكات ميه، شبكات صرف، صرف مطر، صرف صحي، اي نوع من انواع الشبكات. كمان انا ممكن استخدم السيفل 3 دي في حساب كميات الاعمال الترابيه. يعني لو عندي مثلا منشا وعايز ابتدي اعمل حفر للمنشا ده عشان اعمل لبشه او اعمل اساسات للمنشا ده، فانا حابب ان انا احسب كميات الحفر، ممكن من خلال برنامج السيفل 3 دي احسب الكميات دي. الواجهه بتاعتنا على السريع هي برضو واجهه السيفل. لو الناس حديثه عهد بالبرنامج، او حد فيكم اول مره يشوف برنامج السيفل 3 دي، الواجهه بتاعته تقريبا هي واجهه الكاد، تمام، مع الاختلاف. هنا عندي الجزء الاولاني اللي هو الدرونج اريا في الواجهه. الشاشه السوداء اللي قدامي دي بتمثل لي الكره الارضيه. كل نقطه في الشاشه اللي قدامنا دي بتمثل لي الكره الارضيه، تمام كده يا جماعه، بتمثل لي نقطه مختلفه عن النقطه اللي جنبها، اقصد على الكره الارضيه. يعني مثلا ممكن اكون انا هنا واقف في مصر وحابب ان انا اروح للسعوديه، فبضطر ان انا اسحب الشاشه كده عشان اوصل للايه، للسعوديه، او ان انا بكتب الكوردينيت الاحداثيات الخاصه بالمنطقه اللي انا عايز اروح لها في السعوديه على اساس تظهر قدامي، تمام كده. في المشاريع الانشائيه مفيش مشكله خالص ان المهندس لو عايز يصمم منشأ معين فبيعمل ايه، بيجي مثلا على الكاد ويبتدي في الشاشة السوداء دي يديني هنا الدايمنشن الخاصة بالمنشأ بتاعه، وبعد كده بيبتدي بقى ايه، يصمم، يقسم. انا هعمل هنا سلم، هعمل هنا اوضة، هعمل هنا طرقة، هعمل هنا صالة، هعمل هنا وات ايفر بقى اللي كان، ايا كان اللي هيعمله. المهم ان هو بيجي في اي مكان في الواجهة اللي قدامنا دي ويبتدي يرسم، وبعد كده بيطلع لي لوحات. اللوحات دي انا كمهندس تنفيذ انشائي باخد منها الدايمنشن وبوقعه على الطبيعة. الكلام ده مش هينفع معانا في شغل الطرق. يعني مثلا هو الراجل مثلا رسم هنا المنشأ، فلو حب ان هو يعمل موف ام انتر
وسحب الفايل بتاعه او مكان المنشأ بتاعه من هنا حطه هنا، ما عندوش مشكلة خالص. انا في شغل المشاريع المفتوحة عموما، في شغل الطرق بشكل خاص، ما ينفعش لو انا الرفع المساحي جالي في المنطقة دي، ما ينفعش ان انا ارحله. ما ينفعش ان انا جاي لي مثلا هصمم طريق، الطريق ده في منطقة معينة، فأنا دلوقتي عايز أعمل ديزاين للطريق ده، لازم يكون عندي سطح، لازم أجيب الطبيعة من الواقع، بينزل مساح يعمل لي رفع مساحي ويديني الطبيعة دي أيا كان الشكل اللي هيديني بيه الطبيعة، يديني نقط بقى في إكسل شيت، يديني تكست فايل، يديني نقط على فايل كاد، يديني خريطة كونتورية مرسومة بالكاد بالسيرفر، أيا كان النوع اللي هيديني بيه الداتا بتاعتي. انا مهمتي ان انا ادخل الداتا للبرنامج مع الحفاظ على الكوردينيت. يعني مثلا لما جيت انا دخلت الداتا بتاعتي في السيفل اللي هو الطريق او الرفع المساحي، دخلته فظهر عندي هنا في الشاشة، ما ينفعش ان انا امسك كده الرفع المساحي وانقله من مكانه لمكان تاني. ليه؟ لان الداتا بتجيلي من الموقع اكس واي زد وبترجع تاني للموقع انا بخرجها بعد ما بعمل الديزاين بتاعي، برجعها اكس واي زد. الراجل بياخد الداتا مني توتال ستيشن ويبتدي يوقعها. فانا طبعا المشروع كان عندي هنا ام انتر، المشروع كان هنا، انا مهندس ما عنديش خبره، فرحت واخد المشروع ورحت نقله في المكان ده. طبعا كل النقط بتاعتي الاكس والواي بتوعها اختلفوا، فانا مثلا كنت في مكه لقيت نفسي في جده، تمام، مش هينفع. اهم حاجه ان انا احافظ على الكوردينيت بتاعي. الشاشه السوداء قلنا دي شاشه بتمثيل الكره الارضيه، هي تيبيكال الشاشه اللي موجوده عندي في برنامج الكاد. كمان عندي المتشابه قوي مع برنامج الكاد الكوماند لاين، الشريط بتاع الاوامر اللي موجود عندي تحت ده. انا مثلا حابب ان انا ارسم لاين، فبقول له ال انتر، وبعدين الكوماند لاين بيبتدي يقول لي ايه، شوف انت عايز تبدا ترسم اللاين بتاعك منين. يعني مثلا تاني هنقول ال انتر، هبدا مثلا هنا بيقول لي حدد البدايه، فبقول له اتفضل ادي البدايه، فين النقطه اللي بعد كده، ادي النقطه اللي بعد كده، ادي النقطه اللي بعد كده. فالكوماند لاين بالنسبه لي هو المرشد السياحي داخل البرنامج، انت عايز تعمل ايه، هو بيقول لي انت عايز تعمل ايه، بيوضح لي كده. استاذنكم ننقل الشاشه دي، معلش. تمام. فعندي اول حاجه في الواجهه زي ما قلنا الشاشه السوداء اللي هي الدرونج اريا، عندي الكوماند لاين، دي حاجه مهمه جدا زي ما قلت لكم. انا باخد الامر وبعد كده الكوماند لاين هو الدليل بتاعي، بيقول لي الامر ده انت هتنفذه ازاي، فين اول نقطه انت هتبتدي منها، فين النقطه اللي بعد كده، طب هتعمل ارك، هتعمل لاين. في شويه اوامر بقى داخل الاوامر كلها بتظهر من خلال الكوماند لاين. الحاجه الثالثه والمهمه عندي في واجهه البرنامج القائمه اللي موجوده في الجنب دي، القائمه دي اسمها قائمه التول سبيس، ده اسمها التول سبيس، تمام. القائمة دي ممكن اقفلها من هنا وممكن ارجع تاني افتحها من هنا من المكان ده. فيها اربع تابوبات، في البرسبكتور، في السيتنج، في السيرفي، في التول بوكس. كل تاب منهم ليه استخدامه، هنتعامل ان شاء الله مع القائمة دي كتير، والقائمة دي من اهم القوائم عندي في برنامج 7 3 دي. الشريط بتاع الريبون، الشريط العريض ده اللي هو مكون من تابس برضو، هوم وانسيرت وانوتيت موديفاي، واحنا ماشيين كده الشريط ده برضو من الحاجات المهمة اللي انا هتعامل معاها داخل برنامج 7 3 دي. في مجموعه من القوائم الشريطيه او القوائم المنسدله اللي هي الفايل والاديت والفيو، كل القوائم دي من الحاجات المهمه جدا في برنامج 7 3 دي. اول ما بسطب برنامج 7 3 دي، الواجهه عندي ما بيكونش فيها ظاهر الايه، ما بيكونش ظاهر فيها القوائم المنسدله دي، تمام كده. لو انا حابب ان انا اخفيها بضغط هنا على السهم، في سهم هنا فوق منه شرطه اللي هو الكاستم كويك اكسس تول بار ده، هنا بقول له هايد منيو بار، اقفل المنيو بار. لو انا حابب ان انا اظهر الشاشه دي تاني بقول له شو منيو بار. السيفل بيسطب معاه الكاد، يعني حضرتك لو نزلت نسخه سيفل وسطبتها عندك على البرنامج هتشتغل معاك سيفل وكمان هتشتغل معاك كاد، تمام كده. يعني حتى التولز بتاع الكاد، التولز بتاع الكاد هتلاقوها موجوده هنا. القائمه بتاعه الدرو دي كلها قوائم كاد، لاين وارك بولي لاين والحاجات التانية بقى، اكسبلود تريم ميرور، الحاجات دي قائمه موديفاي، تمام كده. تمام. طيب افهم من كده ان السيفل جوه منه اوامر الكاد، تمام كده. والسيفل كمان بيسطب الكاد، يعني حضرتك لما بتسطب السيفل بتلاقي عندك على الديسك توب اكتر من شورت كات، بيكون عندك ال 7 3 دي متريك، الوحدات المتريه 7 3 دي امبريال، الوحدات العالميه، بيبقى عندك في حاجه اسمها
السي ار ان سانيتري، حاجات خاصه بالشبكات، بيكون في حاجه او السورم ان سانيتري، انا اسف، بيبقى في عندك برضو شورت كات اسمه الاوتوكاد، سيفل 3 دي از اوتوكاد، اللي هو فايل الكاد عادي لوحده كده. كمان السيفل نفسه ممكن احوله الكاد، حضرتك لو طلعت على الورك سبيس دي فوق وضغطت كده هتلاقي اكتر من اختيار. لو انا عايز احول الكاد بقول له درافتنج انوتيشن، فبيتحول السيفل 3 دي للاوتوكاد العادي. طبعا الكاد ما بيتحولش سيفل، الكاد يا جماعه مش بيتحول سيفل 3 دي، لكن السيفل 3 دي عشان بيسطب معاه الكاد، لان هو برنامج مساعد بالنسبه له، بيسطب معاه الكاد، فهلاقي التولز بتاع الكاد ايه ظاهره معايا هنا. دي واجهه البرنامج بشكل سريع. طبعا انا لما حولته من كاد، من سيفل لكاد ورجعت تاني سيفل، القوائم اللي فوق اختفت، فهنظهرها منين؟ من هنا، من شو مانيو بار. دي واجهه البرنامج بشكل سريع. انا دلوقتي مهندس عايز ابتدي اصمم طريق او شبكه طرق، مطلوب ان انا انزل مساح الموقع، المساح ده يبتدي يعمل رفع مساحي ويديني الرفع المساحي ده في شكل من الاشكال المعروفه بالنسبه للمساحين ومهندسين تصميم الطرق. ايه الاشكال المتاحه او ايه يعني ايه انواع الفايلات اللي ممكن يديها لي المساح؟ هنتكلم عنها بشكل سريع، مش هنتكلم برضو في التفاصيل اللي اتكلم فيها المهندس هشام. ممكن يديني الراجل يكون مثلا محترف جدا يعني، وعايز يديني شغل يريحني انا كمهندس تصميم، فيديني فايل بالشكل ده، يديني فايل يفتح بالنوت باد، اول ما اقول له دبل كليك، فايل امتداده تكست دوت تي اكس تي. الفايل ده فيه نقط، هو مديها لي احداثيات ومنسوب، يعني اكس وبعد كده مديني هنا كوما، وبعد كده مديني احداثي واي، وبعد كده مديني كوما، وبعد كده مديني احداثي زد. يعني هو كل نقطه مديني ليها اكس وواي وزد. مطلوب مني ان انا ادخل الداتا دي لبرنامج السيفل 3 دي. الفايل جاي لي مهيأ، انا مش هعمل فيه اي حاجه، فانا مباشره هروح على السيفل، افتح القايمه، افتح الفايل بتاع السيفل من هنا، واروح على البرسبكتور واقول له هنا في هنا بوينت، كليك يمين هقول له كرييت، عايز اكريت مجموعه من النقط او فايل من النقط. بعد كده هنا هقول له امبورت، تمام كده يا جماعه. بعد كده هنا هقول له براوز، هيقول لي طيب انت هتختار منين، هروح على الديسكتوب وادخل على الفايل بتاعي. الفايل بتاعي اسمه بيم اريبيا باسم الكورس بتاعنا. هندخل على الفايل ده ونقول له الفايل بتاعنا اللي فيه الداتا هو البوينت دوت تي اكس تي، هقول له اوبن، فيبتدي يفتح الفايل يقول لي انت اخترت فايل من المسار الفلاني، بيحدد لي المسار بتاعي على الديسكتوب، تمام، ومديني هنا علامه صح جنب المسار، عشان احيانا الفايلات بيبقى فيها مشاكل، فالفايل لو فيه مشكله هيبتدي يديك المسار اللي انت اخترته ويديك جنب الايه بدل علامه صح دي هيديك علامه اكس ان الفايل ده فيه مشكله، تمام كده. اول ما بستورد الفايل يا جماعه بنزل ابص تحت على البريفيو، ببص على البريفيو شكل الفايل او شكل ترتيب النقط داخل الايه داخل البرنامج. طيب انا هستأذنكم في حاجه، اي حد عنده سؤال احنا هنخلي في نهايه المحاضره، عشان بس الايه عشان ما ننشغلش بالشات، نخلي الاسئله بعد المحاضره لو تكرمت، اكتب السؤال عشان ما تنساهوش، وانا معاكم بعد المحاضره نص ساعه زي ما انتوا عايزين نجاوب على الاسئله ان شاء الله. خلاص كده يا جماعه، لو الفايل فيه مشكله هلاقي ان هو قال لي ده المسار بتاعك، تمام كده، وبعد كده مديني علامه اكس مكان علامه الصح اللي موجوده قدامنا دي. خلاص كده يا جماعه. طيب دلوقتي هننزل على البريفيو نتاكد من حاجه مهمه جدا، نتاكد ان ترتيب الاعمده داخل السيفل 3 دي، يعني مثلا هنا ايستنج نورثنج اليفيشن، الترتيب ده هو اللي كان موجود عندي في التكست فايل ولا ده ترتيب مختلف؟ لا هو نفس الترتيب، ايستنج نورثنج اليفيشن اكس واي زد، هو نفس الترتيب، تمام، يبقى انا دلوقتي شغال مظبوط، تمام كده. هو هنا واقف على فورمات اسمه اي ان زد بين قوسين كوما ديليميتد. معنى الكوما ديليميتد يا جماعه، لو رحنا دخلنا على الفايل بتاعنا كده، فتحنا الفايل دبل كليك، هنلاقي هنا يا جماعه ايه، هنلاقي ادي الايستنج ده الاحداثي اكس، وبعد كده مديني الفاصل عباره عن كوما، تمام. هنا الفايل اسمه تكست كوما، تكست كوما ديليميتد، خلاص كده يا جماعه. بعد كده مديني هنا الواي ومديني هنا كوما، ده المقصود بالايه بالكوما ديليميتد، الفاصل بين الاعمده وبعضها كوما ديليميتد. طيب تعالوا نرجع تاني على السيفل، انا دلوقتي اخترت الفايل، الفورمات بتاعي مظبوط، تمام كده.
قبل ما اعمل استيراد انا عايزكم تبصوا على كلمه بوينت اللي موجوده في التول سبيس، وكلمه بوينت جروب جنب كل واحده منهم علامه، اللي هي العلامه الاساسيه بتاع سيفل 3 دي. البوينت والبوينت جروب تفريعتين نازلين من اسم الفايل بتاعي ومن اسم الرسمه بتاعتي. يعني لو تلاحظوا كده الرسمه بتاعتي نازل هنا خط، والخط ده طالع منه تفريعات، تفريع على البوينت، تفريع على البوينت جروب. الخط ده معلهوش اي علامات. اول ما هقول له ان انا عايز استورد النقط، انا خلاص جبت الفايل وظبطت الفورمات بتاعه، وعايز اقول له اوكي اعمل استيراد للفايل. هو كده عمل لي استيراد للفايل، جاب لي الفايل بتاعي، وظهر جنب كلمة بوينت مربع جواه نقطة سودة أو دايرة كده باللون الأسود، وجنب كلمة بوينت جروب ظهر علامة بلس. جنب كلمة بوينت جروب ظهر علامة بلس. معنى المربع اللي جواه نقطة سودة ده يا جماعة إن الفايل بتاعي ده بيحتوي على نقط، إن الفايل اللي قدامنا ده بيحتوي على نقط. تمام كده؟ أول ما بستورد نقط على طول البرنامج بيروح مكريت لي مجموعة نقط اسمها الأول بوينت. أي نقطة هتستوردها في الفايل ده على طول هتدخل على الأول بوينت جروب. طيب بالفعل أنا استوردت نقط، والنقط ظهرت عندي هنا تحت يا جماعة. هنا ده رقم النقطة، ده الإيستنج، ده النورثنج، وكمان هنا ده البوينت إليفيشن، ولو في ديسكريبشن كمان هيظهر معايا. أدي النقط ظهرت عندي تحت هنا. طب ليه ما ظهرتش عندي في الشاشة دي؟ النقط ما ظهرتش عندي في الشاشة دي يا جماعة عشان انا ممكن اكون مزوم مثلا في مصر، انا واقف دلوقتي في مصر، والنقط او الرفع المساحي ده جاي لي في الكويت، جاي لي في السعوديه. طب انا عايز اظهره، هقول له زد اي انتر زوم اكستند انتر، هيروح عامل لي زوم على الداتا بتاعتي، هيروح عامل لي زوم على النقط بتاعتي. كل نقطه من النقط دي لما تيجي تقف عليها كده تسلك عليها وتقول له كنترول واحد، هتلاقي ان النقطه دي دخلت بالاكس والواي والزد الكوردينيت الخاص بيها والمنسوب الخاص بيها. ودي اول حاله او اسهل حاله ممكن تجيب بيها نقط. طيب لو الداتا بتاعتك جايه لك على شكل اكسل شيت بالشكل ده، هنا الراجل المساح حب يديني تفاصيل اكتر، الراجل حب يديني تفاصيل اكتر، فاداني لكل نقطه رقم. اداني في العمود الاول ده اداني هنا البي اختصار بوينت نمبر، تمام كده؟ او البوينت اي دي رقم النقطه، نقطه رقم واحد، نقطه رقم اثنين، نقطه رقم ثلاثه. النقطه رقم واحد ليها ايستنج وليها نورثنج وليها اليفيشن وكمان ليها ديسكريبشن اكس واي زد، وكمان مدي للنقطه دي وصف. الوصف ده يا جماعه بيبقى بالاتفاق، بيبقى بالاتفاق بين المهندس المصمم و والراجل المساح. المساح بتفق معاه ان انا مثلا ايه نقطة الأرض الطبيعية تسميها NGL اختصار Natural Ground Level، أو ممكن أقول له سميها OGL Original Ground Level، تمام؟ أو أقول له مثلا سميها GL Ground Level، أو Existing Level، أو EG Existing Ground. أيا كان الاختصار اللي أنت هتتفق عليه المفروض إنك بتكون فاهم، أو لو المساح عمل اختصارات معينة المفروض ان هو يديك زي كي ما بيقول لك ان جي ال دي معناها ناتشرال جراوند ليفل او اوريجينال جراوند ليفل او جراوند ليفل او اكزيستنج ليفل او اكزيستنج جراوند، وات ايفر ايا كان الايه، ايا كان الوصف اللي هو يديه لك المفروض ان هو يديك تفصيله يوضح لك الوصف ده معناه ايه. هنا مديني ان جي ال، مديني نقط الديسكريبشن بتاعها ام ان اتش اختصار مانهول مطبق، مديني نقط الاختصار بتاعها ال بي لايت بول عمود اناره مثلا، وهنلاقي نقط ثانيه الاختصار بتاعها تي ار تري مثلا، اكتر من حاجه يعني. تمام كده؟ طيب خلونا نشيل الايه، نشيل اللي احنا ضفناه ده. دلوقتي انا عايز ادخل الفايل بتاعي ده البرنامج سيفل 3 دي، عايز استورد الداتا، اخد الطبيعه دي ارميها على البرنامج عشان اقدر اعمل الديزاين الخاص بيا. مطلوب بس من حضرتك انك تروح على الفايل وتقول له سيف از، انا عايز اسيف الفايل ده، هضيفه مثلا في الكرنت فولدر، في الفولدر الحالي، هسمي الفايل ده اكس 1 مثلا. حلو؟ طيب لو قلت له سيف هو كده هيحفظه اكسل شيت، وكده انا ما عملتش حاجه، انا عايز احول الصيغه بتاع الاكسل شيت دي من اكسل شيت لصيغه يقبلها عندي برنامج السيفل 3 دي. فالصيغ اللي بيقبلها عندي برنامج السيفل 3 دي نوعين، عندي حاجه اسمها التكست تاب ديليمتد، وعندي حاجه ثانيه اسمها السي اس في كوما ديليمتد. الفرق بين الاثنين دول
ان هنا الاعمده هيكون الفاصل بينها كوما بالنسبه للسي اس في كوما ديليميتد. يعني مثلا هديك الايستنج واديك كوما نورثنج كوما اليفيشن كوما ديسكريبشن كوما، تمام كده. لكن بالنسبه للتكست تاب ديليميتد انا هديك مسافات. خلينا نختار التكست تاب ديليميتد وسمينا الفايل بتاعنا اكس 1 وبعد كده هقول له سيف. هتظهر الرساله دي هقول له يس وبعد كده هقفل الفايل واقول له دونت سيف، ما تعملش اي تعديلات على الفايل الاساسي. بقفله بقول له دونت ايه دونت سيف. دلوقتي بقى عندي فايل يا جماعه اسمه اكس 1. الفايل ده لما اجي اعمل له استيراد داخل السيفل 3 دي، خلوا بالكم من حاجه، احنا هنعمل استيراد دلوقتي للفايل. هنفتح فايل جديد، رسمه جديده، وهنيجي على البوينت نقول له كليك يمين نقول له كرييت، هيظهر لي النافذه دي. طبعا النافذه دي بتكون مقفوله، كليك يمين كرييت بتظهر معاك هنا. هقول له هنا امبورت واقول له هنا براوس، اعمل تصفح. وهنا هروح اقول له ان انا عايز الفايل اللي اسمه اكس 1. اول ما هقول له اوبن هيقول لي الفايل بتاعك فيه مشكله، ده المسار اللي انت اخترت منه الفايل، واداني علامه اكس بيقول لي الفايل فيه مشكله، ولا فيه اي بريفيو ظاهر تحت ولا فيه فورمات، لان الفايل اللي انا استوردته فيه مشكله. يا ترى ايه المشكله؟ المشكله ان فايل النقط لازم يكون بادئ برقم، ما يكونش بادئ بحرف، تمام، والرقم يكون واحد فيما فوق. يعني ممكن يبقى بادئ بواحد اتنين تلاته ميه مليون، ما يكونش بادئ بزيرو، تمام كده. طيب انا محتاج دلوقتي ان انا الفايل بتاعي يكون بادئ برقم ما يكونش بادئ بحرف، عشان كده لازم هشيل السطر الاولاني، الصف الاولاني من الشيت اللي موجود عندي ده لازم اعمل له ديليت. فبسلك على السطر الاولاني ده، بس قبل ما بعمل له ديليت لازم احفظ ترتيبه كويس جدا. بوينت نمبر ايستنج نورثنج اليفيشن ديسكريبشن او بي اي ان زد دي، لان انا لو بدلت عمودين مع بعض في الفورمات داخل السيفل 3 دي الدنيا باظت. يعني مثلا عندي نقطه الاكس بتاعها 10 والواي بتاعها مثلا 15، لو انا بدلت عمودين مع بعض هيبقى الاكس هو اللي 15 والواي هو اللي 10، يبقى انا وديت النقطه في مكان تاني خالص. فترتيب النقط او ترتيب الفايل زي ما مدهوني المساح، الاعمده لازم تكون مترتبه بره زي داخل البرنامج. بي ان زد دي انا حفظتها او هكتبها في ورقه بره، بعد كده هقول له ديليت كمان مره ديليت عشان اسحب الفايل لفوق، واقول له هنا كنترول اس احفظ الفايل بتاعي. بعد كده هروح على برنامج السيفل، انا فتحت فايل جديد وهنا الخطوات بتاعتي، رحت على البوينت كليك يمين كرييت، وهنا عملت امبورت بوينت، فتح لي النافذه دي، هقول له اد واختار من هنا الاكس 1 واقول له اوبن. هنا بيقول لي ان الفايل بتاعك موجود في المسار الفلاني واداني علامه صح. علامه صح دي يا جماعه معناها ان انا عملت استيراد للفايل والفايل بتاعي مهيئ مظبوط. البريفيو تحت بيقول لي ان ترتيب الاعمده داخل الفايل في السيفل 3 دي هيبقى نورثنج، بعد كده ايستنج، بعد كده البوينت اليفيشن، والترتيب ده طبعا مش هو الترتيب بتاعي بره، كان الترتيب بتاعي بي اي ان زد دي. عشان كده هندور هنا على بي اي ان زد دي، هنلاقي الفورمات موجود هنا بين قوسين سبيس ديليميتد. سبيس ديليميتد هنا يا جماعه هي بتعادل التاب ديليميتد، تمام. برضو عشان ايه؟ عشان نوضح حته التاب ديليميتد دي، هو هنا الفايل اهو اللي احنا المفروض عملناه، تمام كده، المفروض ان احنا هيئنا الفايل بالشكل ده. تكست تاب ديليميتد يعني ايه؟ يعني تكست والديليميتد او الفاصل عندك هيكون تاب. تاب يعني ازاحه او مسافه او فراغ، اللي هي بتعادل سبيس. تكست تاب، تكست تاب، تمام كده. فهنا الفايل بتاعنا طبعا بي اي ان زد دي سبيس ديليميتد. الترتيب بتاعنا هيبقى بوينت نمبر ايستنج نورثنج بوينت اليفيشن رو ديسكريبشن، وده الوصف الموجود عندنا. هنقول له تمام اعمل استيراد. اول ما اقول له اعمل استيراد هيظهر عندي هنا بعد ما استورد الايه المربع اللي فيه نقطه سوداء وعلامه بلس جنب كلمه بوينت جروب، عشان يقول لي ان الفايل بتاعك ده بيحتوي على نقط، تمام كده. عايز اظهر النقط فبقول له زد اي انتر، او ان انا بعمل دبل كليك على البكره بتاع الماوس عشان يظهر معايا الفايل بالشكل ده. الفايل ده او النقط دي هي نفسها النقط اللي موجوده فين يا جماعه؟ اللي موجوده في الفايل الاولاني اللي احنا فتحناه هناك، اللي هي الدرونج الاولانيه، هي تيبيكال. بس لما نيجي نبص على النقط دي والنقط دي هنلاقي ان النقط دي ظاهر فيها بعض النقط كده واخده ستايل مختلف. يعني مثلا كل النقط واخده الستايل اللي هو البيزك الاكس الحمراء دي، وفي بعض النقط واخده ستايل مختلف. زي النقطه دي مثلا، دي النقطه دي واخده شكل الشجره، تمام، ظاهر جنبها هنا رقم للنقطه، ظاهر جنبها منسوب للنقطه، وظاهر جنبها الديسكريبشن الخاص بيها.
طب ليه ظهر معايا الشكل ده، او ليه ظهرت معايا النقط دي في الفايل ده بالشكل ده؟ طبعا الفايل اللي هو رقم 2 اللي هو البي اي ان زد دي، انا الدي دي يعني ديسكريبشن، انا مدي للنقط ديسكريبشن. طيب ما كل النقط واخده ديسكريبشن، ليه ليه النقط دي بس اللي خدت الشكل المختلف؟ لو احنا هنقول ان انها كده دخلت او خدت الشكل ده اعتمادا على ان الديسكريبشن بتاعها تي ار، ليه النقطه دي بس اللي خدت شكل مختلف يا جماعه؟ الامر بسيط خالص، الامر بيعتمد على قائمه هنا اسمها قائمه الديسكريبشن كيسيت. هدخل هنا على السيتنج، انا شغال في البوينت، هدخل على البوينت هلاقي هنا حاجه اسمها الديسكريبشن كيسيت، لو ضغطت عليها هلاقي هنا في حاجه اسمها سيفل 3 دي، اقول له كليك يمين واقول له ايديت كيس، هلاقي ان هو هنا بيقول لي او مديني ثلاث اكواد كده، بيقول لي اول ما تلاقي الكود ستيشن في نقطه واخده في الديسكريبشن بتاعها اس تي اي او بادئه باس تي اي، معنى النجمه دي ان الاس تي اي ممكن يبقى وراها كتابه، يعني البرنامج هيدور على اي حاجه بادئه باس تي اي وهيبتدي يديها الستايل ده ستايل ستيشن، وكمان هيديها البوينت ليبل ستايل ده، الستايل ده اللي هو شكل النقطه، الرسمه بتاع النقطه نفسها، ستايل يعني الرسمه، الاكس الحمراء دي بتتحول لشكل الشكل اللي انا اختاره. هنا مثلا في الفايل بتاعي كان في بعض النقط واخده الديسكريبشن تي ار 3، فهو اول ما شاف النقطه بالشكل ده راح مديها ستايل التري الشجره، وكمان اداها البوينت ليبل ستايل اللي هو البوينت نمبر والاليفيشن والديسكريبشن زي ما انتم شايفين كده. طب لو انا عايز اعمل استيراد للفايل بتاعي واتجاهل الديسكريبشن كيست، يبقى قبل ما تستورد خالص حضرتك افتح فايل جديد، قبل ما تستورد خالص لازم تدخل هنا على السيتنج، تدخل على البوينت، تدخل على الديسكريبشن كيست وتقول له كليك يمين انا عايز اشيل قائمه الديسكريبشن كيست، اعمل لها ديليت، وبعد كده ارجع تاني على البرسبكتور اقول له كليك يمين بوينت واقول له هنا كرييت واقول له هنا امبورت بوينت واقول له هنا يا جماعه انا محتاج اعمل استيراد للنقط بتاعتي، هعمل براوس واروح على الفايل بتاعي اللي اسمه اكس 1 واقول له اوبن، الترتيب بتاعي كان BENZD space delimited، مهمة جدا الخطوة دي، وبعد كده أقول له أوكي وأقول له هنا ZDE Enter بعد ما يعمل استيراد للنقط. آدي الفايل بتاعي مفيش أي نقط واخدة ستايل غير النقط أو غير الستايل بتاعنا اللي هو الستايل البيزك. خلاص كده يا جماعة؟ طيب الحالة اللي بعد كده ممكن الراجل بتاع المساحة يديني الفايل برضو اكسل شيت، كنا بنقول ان الفايل المرة دي هو برضو اكسل شيت، بس هيفرق عن الاكسل شيت التاني اللي هو الاولاني، ان الشيت الاولاني والاكسل شيت الاولاني لما جينا ندخله البرنامج كان الفورمات موجود، يعني ترتيب النقط داخل الاكسل شيت الاولاني كان موجود، لما جينا ندور على البي اي ان زد دي لقيناه موجود داخل الايه؟ داخل البرنامج. هنا الراجل زود لي حاجه جديده اللي هي التي. لما نيجي نبص هنا يا جماعه هنلاقي هنا بعض النقط واخده في الديسكريبشن مانهول، ام ان اتش اختصار مانهول او مطبق. هو الراجل بس ما اكتفاش ان هو هيديني الديسكريبشن مانهول هنا او هنا، لا هو كمان حب يحدد لي نوع المانهول ده. حب يحدد لي نوع الايه؟ نوع المانهول اللي قدامي ده، فقال لي المانهول ده سانيتري اس اي ان، معلش هي مكتوبه هنا غلط. وقال لي نوع المانهول ده ستورم، ده سانيتري صرف صحي وده ستورم صرف مطر، تمام؟ طب انا محتاج دلوقتي ان انا ابتدي اهيئ الفايل ده وادخله لبرنامج السيفل 3 دي، يبقى فايل سيف اس بيم اريبيا، اختار المكان اللي انا سايف فيه، هسمي ده اكس اكس 2 مثلا، ده الشيت الثاني، وبعد كده هختار الصيغه بتاعتي، احنا اخترنا المره اللي فاتت تكست تاب ديليميتد، تعالوا نختار هنا سي اس في كوما ديليميتد، واقول له سيف، واقول له هنا يقيس لما تظهر لي الرساله دي، واقول له هنا دونت سيف. ده الفايل بتاعي، الفايل بتاعي اللي هو اكس 2 دوت سي اس في، السي اس في صيغه بتفتح بالاكسل شيت يا جماعه، سي اس في صيغه بتفتح معايا بالاكسل شيت. طيب لو انا عايز افتح الفايل ده بالنوت باد بقول له كليك يمين واقول له اوبن ويز واختار هنا النوت باد، لو انا عايز اثبت النوت باد ان هو ده الفايل اللي هيفتح معايا باستمرار فبقول له هنا تشوز انذر ابلكيشن، وبعد كده بختار النوت باد وبقول له ان انا عايز استخدم ده باستمرار، تمام كده؟ دلوقتي لو قلت له اوبن او دبل كليك هيفتح معايا الفايل بالشكل ده، هو نفس الفكره، الفرق بس ان الفايل الثاني كان الديليميتد بتاعي كانت عباره عن تابس او سبيس، لكن هنا الديليميتد بتاعي عباره عن
كوما. الفورمات بتاعنا نحفظه كويس جدا، دي اي ان زد دي تي، زاد معايا المره دي التايب بتاع الايه، زاد معايا المره دي التايب بتاع النقط. مهم جدا ان انا الفايل بتاعي يبدا معايا برقم ما يبتديش بحرف، هسلك واقول له ديليت واقول له هنا كنترول اس. خلوا بالكم عشان احنا هنغلط غلطه ثانيه دلوقتي، وبعد كده هنقفل الفايل ده وبعدين نروح على السيفل 3 دي نبتدي نعمل استيراد للفايل. هنفتح هنا ده فايل جديد. الفايل الجديد ده هروح اعمل استيراد للنقط جواه، كليك يمين كرييت امبورت بوينت، هنا هقول له براوز واروح طال الفايل بتاعي اللي هو اكس 2 واقول له اوبن. برضو ظهر لي مشكلة، ليه الفايل يا جماعة ما اشتغلش معايا بالشكل ده؟ باختصار لان الفايل بتاعنا لما نيجي نفتحه تاني كده دبل كليك، المفروض ان الفواصل عندنا كوما، الديليمتد عند حضرتك المفروض انها كوما، تكست كوما ديليمتد، هنا دي كوما فوق منها نقطة، تمام كده؟ عشان كده هو مش قابلها، هو عايز الكوما العادية، البرنامج عايز الكوما اللي هي العادية خالص، فبسلك على الكوما دي واقول له كنترول سي، كنترول اتش، كنترول في، وبنزل تحت على الخانة بتاع ريبليس ويز وادي له الكوما العادية، وبعدين هنا اقول له ريبليس اول. هلاقي هنا ادي التكست بعد كده كوما، تكست كوما، تكست كوما، ودي الكوما المقبولة عندي في البرنامج. تعالوا نرجع تاني، طبعا هنسيب الفايل وبعد كده هنروح نقول له ايه، تعالى نعمل استيراد، هنسلك على المسار ده نقول له ديليت امبورت، واقول له هنا ان انا عايز الاكس 2 واقول له اوبن، كده هيقبله لان الفايل مهيأ ما فيهوش اي مشاكل. الترتيب او الفورمات بتاعنا لازم نبص عليه تحت، هنلاقي هنا في البريفيو الترتيب ايستنج نورثنج بوينت اليفيشن، يا ترى الترتيب ده بتاعنا مظبوط؟ لا طبعا الترتيب بتاعنا كده مش مظبوط، الترتيب المفروض يبقى بوينت نمبر ايستنج نورثنج بوينت اليفيشن رو ديسكريبشن والتايب. طيب يلا ندور على الفورمات ده، مش هنلاقي طبعا غير الفورمات اللي هو بي اي ان زد دي كوما ديليمتد، الفاصل بين الاعمده وبعضها كوما، تمام؟ عشان كده يا جماعه انا مضطر ان انا اقول له لا انا مش هستورد دلوقتي، خلينا نرجع على السيتنج وتعالى ندخل على البوينت. احنا عايزين نظبط فورمات عشان لما نيجي نعمل استيراد للداتا بتاعتنا، خلينا نقفل القائمه دي كمان بشكل مؤقت كده، عايزين نعمل فورمات يحتوي على التايب. طب التايب ده اصلا تصنيف مش موجود عندي داخل البرنامج، هو مش موجود بالفعل عندي داخل برنامج السيفل 3 دي، فهنعمل ايه عشان ندخل التايب ده معانا؟ هندخل هنا على حاجه اسمها اليوزر ديفاين بروبرتي كلاسيفيكيشن، هنضغط عليها كده هنلاقي ان كلاسيفايد حاجه غير مصنفه، تصنيف مش موجود عندي، هقول له تمام، هقول له كليك يمين واقول له نيو، بعد كده هضيف التصنيف اللي هو التايب، بعد كده هقول له اوكي. دلوقتي بقى عندي تايب موجود هنا تحت، هنروح على البوينت فايل فورمات، الفورمات الموجوده عندي دي الفورمات اللي انا بختار منها في البرنامج لما باجي اعمل استيراد للنقط، كلها موجوده عندي هنا في السيتنج. هدور على اقرب فورمات للفورمات اللي انا عايز اعمله، هلاقي بي اي ان زد دي كوما ديليمتد، وهلاقي بي اي ان زد دي سبيس ديليمتد. انا مهيئ الفايل بتاعي هنا بي ان زد دي سبيس وهنا الكوما، انا مهيئ الفايل بتاعي اللي انا عايز اعمل له استيراد بصيغه CSV كوما ديليمتد، عشان كده انا هاخد كوبي من الفورمات ده، كليك يمين واقول له كوبي، وبعد كده طبعا هنا بيقول لي ده كوبي اوف، اقول له لا هيبقى اسمه بي ان زد دي، وممكن كمان في الاخر كده نعمل داش ونقول له تي، هيبقى ده اسم الفورمات بتاعنا. وبعد كده يا جماعه هروح على الفورمات تحت، هلاقي هنا بوينت نمبر، هلاقي ايستنج، هلاقي نورثنج، هلاقي بوينت اليفيشن، وهلاقي رو ديسكريبشن، وده الاساسي في الفورمات اللي انا واخد منه كوبي، ده الايه الاساسي في الفورمات اللي انا مكبر منه. بعد كده هلاقي خانه اسمها انيوزد، انيوزد اكتر من خانه مش خانه واحده، هختار اول واحده فيهم واقول له ان انا عايز استخدم التصنيف اللي انا لسه حاططه لك حالا او اللي انا لسه ضايفه للبرنامج اللي هو التايب، اقول له اوكي. اوكي كده يا جماعه بقى عندي الفايل بتاعي، كده بقى عندي الفايل بتاعي او الفورمات بتاعي موجود داخل الايه، داخل البرنامج. تعالوا نقفل وما ننساش عشان برضو ما يظهرش عندنا نقط واخده ديسكريبشن كي سيت، نقفل او نشيل القايمه بتاعه ديسكريبشن كي سيت، نقول له ديليت، وبعد كده هنرجع على البرسبكتور، كليك يمين نقول له كرييت، وهنا نقول له امبورت، وهنا نقول له براوس، ونختار الفايل بتاعنا اللي هو اكس 2، ونختار هنا الترتيب بتاعنا بي اي ان زد دي.
هنلاقي ظهر هنا ده البوينت نمبر، ايستنج، نورثنج، بوينت اليفيشن، والرو ديسكريبشن، والتايب. انزل تحت كده عشان تتاكد ان التايب ده واخد بالفعل الايه، واخد بالفعل الداتا المطلوبه منه. بعد كده هنقول اوكي. دبل كليك على البكره بتاع الماوس عشان يظهر معايا الفايل بتاعي بالشكل ده. تمام كده يا جماعه، دول ثلاث حالات اتكلمنا فيهم لو الداتا جايه لي على شكل نقط. تمام. طيب لو الداتا جايه لي على شكل نقط في فايل اوتوكاد، يعني الراجل المساح قال لي لا انا مش هديك الداتا في اكسل شيت ولا في تكست فايل، انا هديك الداتا مباشره في فايل اوتوكاد. خلونا نقول بس ان في فرق بين النقط بتاع الاوتوكاد ونقط السيفل 3 دي. لو ضغطت هنا على الفايل اللي احنا لسه خارجين منه ده، احنا ممكن نقفل الفايلات اللي قبل كده خلاص، خدنا الفكره بتاعتها. تمام. الفايل اللي انا فتحته دبل كليك اللي هو فايل كاد، لما نيجي نبص على النقطه فيه، اي نقطه فيه، هنسلك هنا نقول له كنترول واحد، هيفتح لي هنا يا جماعه الايه النقطه، هيقول لي النقطه دي اسمها بوينت، نقطه الكاد اسمها بوينت، نقطه سيفل 3 دي هي اسمها كوجو بوينت. سلك كده اقول له كنترول واحد، دي كوجو بوينت. تمام. طيب تعالوا نروح على الفايل اللي احنا فاتحينه الدبل كليك. اول ما يجي لك فايل كاد افتحه دبل كليك وروح قول له كنترول A كنترول C بدون تفكير، كنترول A كنترول C، وروح افتح فايل جديد خالص. كليك يمين كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت، ما تقولش كنترول V، ما تعملش كنترول V، لازم تحطه في نفس الاحداثيات، لازم تحافظ على الاحداثيات بتاعتك. الاحداثيات بتاعتك دي هي الشغل، هي اساس الشغل. لو انت رحلت الفايل من مكانه الدنيا كلها باظت. زد اي انتر عشان يجيب لي الفايل قدامي كده. دلوقتي انا حطيت الفايل في نفس الكوردينيت عشان برضو الصوره توضح للناس يعني ايه انا حطيته في نفس الكوردينيت. يعني حضرتك لو جيت عملت سيركل هنا على الزاويه اللي فوق دي، المركز بتاع الدايره ده موجود فين؟ موجود هنا في الزاويه اللي فوق بتاع البوردر ده. طيب خد الدايره دي كنترول سي وارجع بيها على الفايل الاساسي، كليك يمين كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت، هيحطها لي في نفس المكان، هيبقى المركز بتاعها برضو موجود فين؟ كل نقطة في الفايل ده اتحطت هناك بالاحداثيات بتاعها. يعني لو النقطة دي مثلا الاحداثي بتاعها 5 و5 يبقى هناك في الفايل الثاني الاحداثي بتاعها 5 و5، غير لما انا اقول له كنترول في. لو قلت له كنترول في هيقول لي حدد مكان الدايرة. تمام؟ لكن كليك يمين كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت حطها لي في الاحداثيات الأصلية، بحطها في مكانها بالظبط. خلاص كده يا جماعة؟ تمام. طيب أنا خدت الفايل كوبي ورميته في فايل جديد. طب ليه ما اشتغلتش على الفايل الاساسي؟ ليه ما اشتغلتش مباشره؟ ليه كبيرته؟ ليه حطيته في فايل تاني؟ الامر هنا هيظهر معايا لما اجي اقول له ان انا عندي هنا البوينت جروب ده، انا حابب ان انا اعدل مثلا في ستايل النقط. بالمناسبه الفايل بتاعي ده بيحتوي على 9 نقط كوجو بوينت. لما نيجي نسلك على البوينت جروب ده هنقول له سيلكت، هنلاقي ان هو بالفعل فيه 9 نقط كوجو بوينت، النقط دي كلها كوجو بوينت. عندي 9 نقط. انا عرفت منين؟ المربع اللي فيه نقطه سوداء ده بيقول لي ان الفايل بيحتوي على نقط. طيب لو قلت له كليك يمين وحبيت ان انا اعدل في الستايل بتاع النقط، ادخل هنا على البروبرتيز، هلاقي هنا مفيش ستايلات للنقط، مفيش ستايلات للكتابات على النقط. هل الامر بيقتصر بس ان النقط ما بيكون لهاش ستايلات او ما بيكون لهاش ليبل ستايل؟ لا، في كل حاجه خاصه بستايلات السيفل، سواء بقى في النقط، في السيرفيس، في الالاينمنت، في البروفايل، في الكروس سيكشن، مش هتلاقي الستايلات بتاع السيفل بتشتغل معاك على الفايل الكاد. لازم تاخد الداتا كوبي وترميها في فايل تاني بيست اوريجينال كوردينيت عشان تقدر تشتغل عليها. يعني انا لو رحت دلوقتي على البوينت جروب ده، رحت على الاول بوينت وقلت له كليك يمين وقلت له هنا بوبرتس، هلاقي هنا ان هو واخد الستايل ستاندرد، لكن كل الستايلات بتاع النقط الباقيه شغاله، كل الستايلات بتاع الليبل ستايل شغاله. خلاص كده يا جماعه؟ طيب تمام كانسل. دلوقتي عندي نقط كاد، عايز احول نقط الكاد دي من نقط كاد لنقط سيفل 3 دي عشان اقدر اتعامل معاها، اقدر اكون منها سطح. هي فكره الداتا ايا كانت بقى نوعها، نقط، خريطه كونتوريه، ملف دم،
اي نوع من انواع الداتا مهمتها انها اكون منها سطح اقدر اشتغل عليه، اكون منها خريطه كونتوريه السيفل يكون فاهم ان دي سطح اقدر اشتغل عليه، اقدر اعمل عليها الاينمنت، اقدر اطلع منها قطاع طوري، اقدر احط عليها بروفايل تصميمي، اعمل قطعات عرضيه. فمهمه الداتا ايا كان نوعها ان احنا في الاخر بنكون منها سطح. طيب الداتا اللي قدامي دي نقط زي ما قلت لكم بوينت، مش كوجو بوينت، انا عايز احولها لكوجو بوينت. هنا الامر هيتطلب من حضرتك انك تروح على الهوم هنا وتروح على البوينت وتقول له كونفيرت اوتوكاد بوينت، حول لي نقط الاوتوكاد. هنا هيقول لك سيلكت اوتوكاد بوينت، فبتسلك له كده على النقط وتقول له انتر. اول ما هتقول له انتر هو راح مديني اكس باللون الاصفر كده عند نقطه، وتحت في الكوماند لاين بيقول لي انتر بوينت ديسكريبشن، اضغط على الايه او اكتب للنقطه دي ديسكريبشن. فلو قلت له مثلا عايز اديها ديسكريبشن صفر مثلا، قلت له انتر، اللي وراها صفر انتر صفر انتر. طب انا الفايل بتاعي فيه 5000 نقطه، الموضوع مرهق جدا ان انا كل شويه او في ال 5000 نقطه ادي له الديسكريبشن وادي له انتر. فالامر هنا بسيط، الفايل بتاعي ده فيه نقط، النقط دي ملهاش وصف، فممكن اروح هنا على البوينت وادخل على البوينت كريشن تولز، او من خلال البوينت دي اقول له كليك يمين كرييت، هيفتح لي نفس النافذه. هضغط هنا على السهمين اللي تحت دول، هلاقي حاجه هنا اسمها البوينت كرييشن، هضغط عليهم هلاقي هنا برومبت فور ديسكريبشن معموله مانوال. هقول له لا انا مش محتاج ان انا ادي ديسكريبشن للنقط، مجرد انك هتحولها لي بس. فبغير برومبت فور ديسكريبشن دي بخليها نان. بعد كده بقفل الفايل ده واروح هنا على البوينت واقول له كونفيرت اوتوكاد بوينت، حول لي نقط الكاد. هنا بيقول لي سيلكت اوتوكاد بوينت، فبعمل له تحديد كده على فايل النقط، كل النقط اتحولت لنقط كوجو بوينت. اي نقطه هتقف حضرتك عليها دلوقتي وتقول له كنترول واحد، هيقول لك ان النقطه دي من الخصائص بتاعتها اسمها الكوجو بوينت، او الديسكريبشن بتاعها كوجو بوينت. تمام. الحاله اللي بعد كده ممكن الفايل يجي لي ملف كنترول، خريطه كنتوريه، اتفقنا على حاجة مهمة. أول ما تفتح الفايل دبل كليك، لو الفايل جالك كده أول ما تفتحه دبل كليك، مطلوب من حضرتك بس إنك تسلك على الداتا كنترول سي، تروح تفتح فايل جديد كليك يمين كلي بورد بيست اوريجينال كوردينيت زد اي انتر عشان يجيب لي الداتا قدامي كده. ودلوقتي انا تقريبا كل انواع الداتا المشهوره انا عرفت ازاي بعمل لها استيراد داخل البرنامج. خلصنا من مرحله الاستيراد، تعالوا نكون الاسطح. تعالوا نبدا من حيث انتهينا، احنا اخر حاجه معانا كانت فايل الخريطه الكونتوريه. الفايل الاساسي بنقفله خلاص، احنا خدنا الداتا بيست اوريجينال كوردينيت فايل جديد، فاحنا مش محتاجين الفايل الاساسي ده ولا بتاع البوينت كمان محتاجينه. هنا الدراونج اللي انا شغال فيها الداتا بتاعتي عباره عن خريطه كنتوريه، سلك كده على اي خط وقول له كنترول واحد، هتلاقي ان الخط ده عباره عن خط بولي لاين بس واخد منسوب، هو خط مرسوم بالكاد او خريطه كنتوريه مرسومه بالكاد، مجموعه من الخطوط ومديها ليفلز. طيب ده بولي لاين. طب البوردر الخارجي، الحدود الخارجيه بتاع اللوحه برضو بولي لاين بس مش واخده منسوب. عشان اعرف سطح من الداتا اللي موجوده عندي دي يا جماعه، مطلوب مني ان انا قبل ما اعرف السطح، اي خطوط ظاهره عندي مش بتمثل لي خطوط كنتور لازم احولها لخطوط كنتور، سوري لازم اخفيها عشان اقدر اعرف السطح بتاعي. اي خط عندي يعني ده خط بولي لاين صح، بس مش خط كنتور، ده بوردر، ده حدود للرسمه تمام كده، وده خط بولي لاين، ده خط ايه، ده خط كنتور. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا احول الخريطه الكنتوريه اللي جايه لي بالكاد دي لخريطه كنتوريه بالسيفل 3 دي، لسطح يفهمه السيفل 3 دي. هعمل ايه؟ اول حاجه هقول له لاي اوف ال اي واي اوف لاير اوف، وبعدين هختار الايه، اختار البوردر الخارجي ده عشان يقفل لي اللاير بتاعته. اللاير دي اتقفلت بشكل ايه؟ بشكل مؤقت. خلاص كده يا جماعه؟
هنروح على السيرفيس ونقول له كليك يمين كرييت سيرفيس. السيرفيس ده هنسميه ناتشرال جراوند ليفل، سطح الارض الطبيعيه، وبعد كده هقول له اوكي. هدخل هنا على السيرفيس هلاقي ان هو ظهر علامه بلس ما كانتش موجوده. هلاقي هنا داتابيز اسمها ال NGL ناتشرال جراوند ليفل، هضغط عليها هلاقي هنا قايمه اخرها ديفينيشن تعريف السطح. هضغط عليها هلاقي اكتر من حاجه ممكن اعرف من خلالها السطح، باوندري، بريك لاين، كونتور، ديم فاين، درونج اوبجكت، كل الحاجات دي ممكن اعرف من خلالها سطح. طب انا الداتا المتاحه عندي عباره عن كونتور، فهنا هاجي على الكونتور واقول له كليك يمين واقول له اد، واقول له هنا اعتذر الرساله دي، هقول له اوكي. هقول له هنا بيقول لي سيلكت كونتور، اقول له اتفضل ادي الكونتور بتاعي واقول له انتر. كده هو حول لي السطح بتاعي من سطح كاد لسطح سيفل. كليك يمين اوبجكت فيور، وريني كده في 3 دي، ادي سطح الايه، ادي سطح سيفل 3 دي اللي موجود عندي او سطح الارض الطبيعيه، انا حولته لسطح سيفل 3 دي. بعد ما عرفت السطح ممكن دلوقتي اقول له لي اون، افتح لي بقى الليارات اللي اتقفلت. خلاص انا عرفت السطح، مفيش مشكله انها تكون ظاهره معايا دلوقتي لان انا هستخدمها في تحديد المسارات الخاصه بالشبكه بتاعتي. تمام كده يا جماعه؟ طيب دي الحاله الاولى اللي بكريت منها سطح. الحاله الثانيه لو رحنا على الفايل اللي الداتا فيه نقط بالشكل ده، انا عايز اعرف من الداتا دي سطح. لو حضرتك رحت قلت له كرييت سيرفيس والسيرفيس ده سميته ناتشرال جراوند ليفل وقلت له اوكي، هنا هيعرف لك او هيعمل لك داتا بيز اسمها ناتشرال جراوند ليفل. هتدخل هنا على الديفينيشن وتقول له ان الداتا اللي انا هعرف منها المره دي عباره عن بوينت جروب. ما دام النقط دخلت عندي جوه البرنامج فاكيد البرنامج عمل لها جروب اسمه الاول بوينت جروب. لو تاخدوا بالكم اي نقط بيتم استيرادها بتدخل على الاول بوينت جروب. طيب انا هعرف السطح بتاعي ده منين؟ من خلال بوينت جروب. لو قلت له كليك يمين وقلت له اد هيجيب لي هنا كل الجروبس اللي موجوده عندي، كل المجموعات اللي موجوده عندي. طب انا موجود عندي مجموعه واحده اللي هي الاول بوينت، هقول له اول بوينت واقول له اوكي. لو عملت الخطوه دي يبقى انت جنيت على نفسك باقي المشروع اللي انت هتشتغل فيه ديزاين. ليه؟ دلوقتي السطح ده انا عرفته من الداتا دي، واحنا اتفقنا ان اي نقطه هنستوردها من خارج السيفل 3 دي للفايل ده هيدخل على الاول بوينت جروب. يعني انا لو حابب ان انا اضيف نقطه دلوقتي اقول له كليك يمين واقول له كرييت واقول له هنا امبورت او اد بوينت بشكل مانوال، هيقول لي حدد اللوكيشن، فاقول له احط النقطه هنا. طب اديها ديسكريبشن، هقول له مثلا ديسكريبشن اكس، اديها اليفيشن، هقول له اليفيشن مثلا 120 واقول له انتر. اول ما هخرج من الامر اقول له سكيب كده اخرج من الامر، لاحظوا جنب كلمه الان جي ال جنب اسم السطح ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان السطح هيبتدي يطلع لي هنا نوتيفيكيشن يقول لي انا محتاج ان انا اعمل ريبيلد. طب ليه عايز تعمل ريبيلد؟ عشان الداتا اللي حضرتك مكونني منها حصل لها ابديت، الاول بوينت جروب دخل له نقطه جديده، فالنقطه الجديده دي لازم تكون ضمن مكونات السطح، لازم تعمل له ريبيلد. اول ما تعمل ريبيلد هتلاقي طبعا النقطه دخلت معاك في السطح بالشكل ده وبوظت لك شكل السطح خالص. طبعا هنا المناسيب عندي 300 وشويه وانا حاطط نقطه منسوبها 100. تمام؟ طب انا عايز احط النقطه دي والسطح ما يتاثرش بيها. عشان تحط نقطة والسطح ما يتأثرش بيها، تعالى الأول نشيل النقطة دي ونعمل ريبيلد للسطح بتاعنا. طبعا حطيت نقطة السطح هيعمل ريبيلد، شلت نقطة السطح هيعمل ريبيلد. ليه؟ لأنك معرف من الأول بوينت جروب، فأي نقطة أنت هتضيفها هتدخل على الأول بوينت جروب، أي نقطة أنت هتشيلها هتخرج من الأول بوينت جروب. ده السطح رجع لشكله الطبيعي. لو انا حابب ان انا اعرف سطح ما يتاثرش باي نقط اضيفها، انا عملت ديليت للسطح بالمناسبه شلته خالص، هروح الاول على البوينت جروب واقول له كليك يمين واقول له نيو، عايز اكريت مجموعه نقط جديده ممكن اسميها الاول بوينت جروب 2. تمام؟ هنا الجروب ده ممكن اديله ستايل للنقط مثلا اس تي اي، اي نقطه تدخل في الجروب تاخد الستايل ده، وتاخد الليبل ستايل ممكن اقول له نان، مش محتاج ان انا اظهر جنبها كتابات. طيب الجروب اللي انا كريته ده هيحتوي على النقط عن طريق هقول له انكلود النقط عن طريق رقمها with number matching. انا هحدد له بس اكتب له رقم النقطه هنا 1 كوما 2 كوما النقطه رقم 20 بس، انا عايز النقطه رقم 1 و 2 و 20. اول ما هقول له apply لو رحت على البوينت ليست هنا يا جماعه هنلاقي هنا ان هو حط لي في الجروب ده النقطه رقم 1 و 2 و 20. لو قلت له اوكي هلاقي هنا ان في مجموعه من النقط اهي، النقطه دي رقم شوفها كده
دي النقطة رقم 20، والنقطة رقم 1 و2 هنلاقيهم برضو. أسهل حاجة إنك تروح تقول له سيلكت، حدد لي كده عشان يحدد لي على الثلاث نقط. دي النقطة رقم 1 أهي، دي النقطة رقم 2، ودي النقطة رقم 1. للأسف النقطة رقم 1 والنقطة رقم 2 جم من ضمن الكوجو بوينت اللي كانوا متعرفين قبل كده، عشان كده ما خدوش الستايل إن هم جايين واخدين ستايل ستاندرد. ما علينا. المهم لو أنا عايز أضيف في الجروب بتاعي ده النقط من 1 ل 20، أدخل على بروبرتيز وأدخل هنا على الإنكلود وأقول له 1-20 وأقول له أبلاي. لو رحت كده هلاقي إن البوينت ليست بيحتوي على النقط من 1 لكام يا جماعة؟ ل 20. لو قلت له أوكي وقلت له هنا ار اي انتر، هلاقي ان النقط كلها من 1 ل 20 ابتدت تاخد الايه؟ تاخد الشكل بتاعي بتاع الايه؟ الجروب اللي انا فيه. طب لو انا عايز من 1 ل 20 وبعد كده عايز من 40 ل 62 مثلا، هدخل هنا على الانكلود واقول له من 1 ل 20 كوما من 60 او من 30 مثلا ل 70، واقول له ابطال. هروح هنا على البوينت ليست هلاقي من 1 ل 20 وبعد كده 30، مش هلاقي 21 لحد 29 مش موجودين، انا ما حددتهمش ضمن السطح بتاعي او ضمن الجروب بتاعي. طب لو انا عايز كل النقط تدخل في الجروب، في حد ممكن يفتح ويقول لك الله ده في امر هنا اسمه انكلود اول بوينت. لو انت حضرتك عملته انكلود اول بوينت، يعني اي نقطه برضه هتستوردها من بره هتدخل على الجروب ده. اوعى تعمل الخطوه دي، حضرتك بس هتقول له ان انا عايز ادخل النقط في الجروب ده على حسب النمبر، وبعدين تقول له سيلكشن سيت اون دروينج، تحدد على كل الايه؟ تحدد على كل النقط دي وتقول له انتر. قال لي انا جبت لك في الفايل ده كل النقط من 1 ل 742، هقول له اوكي. دلوقتي ممكن اروح اكريت سيرفيس اسمي الداتابيز بتاعتي ناتشرال جراوند ليفل، وبعدين هدخل هنا على الديفينيشن وهعرف الداتا بتاعتي من خلال بوينت جروب كليك يمين اد، واقول له هنا انا محتاج الاول بوينت جروب 2. كده عرف لي السطح من الاول بوينت جروب 2. لو حضرتك حابب تضيف نقطه كليك يمين كرييت، والنقطه دي هنضيفها بشكل مانوال، هنحطها هنا مثلا في الحته دي، هنديها ديسكريبشن اكس، هنديها اليفيشن 100 مثلا، وبعدين نقول له سكيب. اول ما اقول له سكيب السطح بتاعي ما تاثرش، لان السطح متكريت من الاول بوينت جروب اللي بيحتوي على النقط اللي انا حددتها بس ودخلتها في الجروب بتاعي، لكن النقطة دي دخلت على الـ All Point Group. حتى لو عملت Select الـ All Point Group هتتحدد كل النقط معاها النقطة دي، لكن الجروب ده لما اجي اقول له ان انا عايز احدد النقط اللي فيه هقول له Select، هيحدد لي كل النقط ما عدا النقطة دي. خلاص كده يا جماعة؟ تمام. طيب لو تلاحظوا النقط او السطح اللي متكريت هنا، المفروض ان الراجل ده، تعالوا نبص عليه كده في 3 دي، نسلك على السطح كليك يمين اوبجكت فيور، ولينا كده شكل السطح بتاعنا ده في 3 دي. هنا من الواضح ان دي طرق بالفعل قايمه، والراجل عامل لي رفع مساحي للطرق دي، يعني مديني هنا نقطه في نهايه الديلايت ونقطتين كده، نقطه على يمين الطريق ونقطه على نهايه على شمال الطريق ونقطه في نهايه الديلايت الجهه الثانيه. طيب ليه السطح اتكريت عندي في المناطق اللي ما فيهاش نقط دي؟ ليه البوردر الحدود بتاع السطح ما مشيتش مع حدود النقط؟ سيفل 3 دي برنامج بيعتمد على نوعين من الخطوط في تكوين الاسطح. النوع الاول اللي هو خطوط الكونتور، الخط اللي بيوصل النقط اللي مناسبها واحده ببعضها. يعني حضرتك الخط ده لما تيجي تسلك عليه كده وتقول له عايز اعرف منسوبه، وتروح تقول له اد ليبل وتقول له هنا انا عايز اعرف الكونتور سنجل، عايز اضيف هنا المنسوب اشوفه كام، يقول لك منسوب الخط ده 434، طب هنا 434، طب هنا 434، هتلاقي الخط كله مناسيبه واحده. لو تفتكروا ايام ما كنا بندرس في الكليه، الناس المهندسين او واظن بتوع الاداب مساحه، طبعا الخريطه الخرائط الكونتوريه ده اساس شغلهم، يعني الخريطه الكونتوريه عباره عن مجموعه خطوط، الخطوط دي المفروض انها بتوصل النقط اللي مناسيبها واحده ببعضها. من خصائصها كمان ان الخطوط دي لا تتقاطع، مش هتلاقي خط كونتور متقاطع مع خط كونتور تاني، المسافات بين خطوط الكونتور اسمها الفتره الكونتوريه. تمام كده. النوع التاني من الخطوط هي الخطوط المثلثيه، النقطه اللي فوق دي والنقطه اللي في الاخر دي، النقطتين دول اقرب نقطتين لبعض في الاتجاه ده، فالبرنامج بيوصل لي بينهم بخط مستقيم، خط مثلثي. معنى كده ان النقطه دي متوصله بكل النقط اللي على حدود الايه، اللي على حدود الطريق ده بخطوط مستقيمه.
الخط المثلثي خط بيوصل بين النقطتين القريبين من بعض في اتجاه واحد بغض النظر عن فرق مناسبهم. يعني لو في نقطة هنا مثلا منسوبها 10 والنقطة هنا دي منسوبها مثلا 20، هو مش غلوش، هما دول أقرب نقطتين لبعض في الاتجاه ده، أنا هديك بينهم خط مثلثي. طيب الخطوط المثلثية دي ما دام هي موجودة هتلاقي إن حدود السطح أو البوردة الخارجي ماشي مع نهاية الخطوط المثلثية، آخر خط مثلثي هيظهر معاك هتلاقي البوردر ده ماشي معاه. طيب دلوقتي البوردر بعيد هنا في المنطقة دي، فخط الكونتور ده اللي هو اللي بيمثل السطح عمال بيوصل النقط اللي مناسبها زي بعض ببعض، فوصل هنا عند النقطة دي المفروض إنه يلاقي البوردر هنا، فمش لاقي البوردر، فيبتدي يمشي بشكل عشوائي يدور على مناسيبه لحد ما يقابل البوردر، معنى إن خط الكونتور يمشي في المسافة دي إن المنطقة دي فيها إيه يا جماعة؟ فيها سطح. طب أنا عايز أتخلص من السطح ده، هسلك على السيرفيس وأقول له كليك يمين سيرفيس بروبرتيز، وأقول له أنت واخد ستايل كونتور 2 ل 10. هنتكلم يعني ايه 2 ل 10، هنوضحها يعني، بس خلينا دلوقتي نقول له ان احنا عايزين نظهر الكونتور انتر انجل، عايزين نظهر خطوط الكونتور مع خطوط المثلثات. هنضغط كده ضغطه، وبعدين اقول له اوكي كونتور انتر انجل، اقول له اوكي. دلوقتي ظهر لي خطوط اللي هي الخطوط المستقيمه اللي انا بتكلم فيها. الخطوط دي ليها بعض الخصائص، منها ان انا ممكن اسلك كده واقول له edit surface، واقول له هنا ديليت لاين، امسح لي الخطوط، ولو سلكت على الخطوط دي وقلت له انتر هيبتدي يمسح لي الخطوط. اول ما هيمسح الخطوط المثلثيه دي يا جماعه هتلاقي البوردر ماشي مع حدود الايه؟ مع حدود الرفع المساحي. مجرد ما تسلك كده وتقول له انتر هتلاقي البوردر او الحدود اللي هي بتاع السطح ماشيه مع حدود الرفع المساحي، وبالتالي خط الكونتور لما نيجي نشوف خط الكونتور مثلا، عايزين نشوف لو جينا قلنا له معلش اقفل لي كده الخطوط المثلثيه بشكل سيرفيس بروبرتيز، قلت له مثلا خليني هنا كونتور 2 ل 10 زي ما كنا ماشيين الاول. هنا خط الكونتور ده مشي قابل اخر نقطه موجوده هنا مثلا، فهيبتدي يدور بشكل عشوائي هيلاقي البوردر هنا يربط عنده وكده السطح بتاعي انتهى. تعالوا نرجع تاني كليك يمين سيرفيس بروبرتيز، ونقول له ان احنا عايزين الستايل بتاعنا كونتور اند ترانجل، هنسلك ديليت لاين، وبعدين نبتدي نشيل كل الخطوط الخارجية. تعالوا نشوف كده شكل السطح بتاعنا، كليك يمين اوبجكت فيور ورينا في 3 دي، ادي شكل السطح بتاعنا. طبعا في هنا سطح داخلي في المنطقه الداخليه دي برضه متكون سطح. الطبيعي ان المسافات بين النقط وبعضها يا جماعه ما تزيدش عن 25 متر، لو المسافه بين النقطتين زادت عن 25 متر يبقى السطح بتاعنا ده مش جاي من الطبيعه، لان هو السيفل 3 دي بيعتمد على ان في نقطه هنا مثلا نقطه بوينت مثلا، او ممكن نعملها سيركل كده عشان تبقى ظاهره معانا، دي نقطه ليها منسوب مثلا 10 ودي نقطه ليها منسوب 11. طيب لو انا المسافه بين النقطتين دول 10 متر، تمام، النقط اللي بينهم او السطح اللي بينهم ده مناسيبه هتيجي ازاي؟ هو هينسب دي 10 ودي 11، فيبتدي ينسب لك الخط اللي بينهم كمناسيب. طب لو المسافه اللي بينهم كبيره 100 متر مثلا او 200 متر، هيبتدي برضو ينسب. طب هو ينسب في 10 متر ولا ينسب في 200 متر؟ لا في 10 متر، في 10 متر، النقطتين دول قريبين من بعض. تمام؟ كل لو المسافه بين النقطه والثانيه 10 متر يبقى انا دلوقتي اقرب، كل ما قربت المسافات بين النقط كل ما جبت شكل ادق للطبيعه، كل ما بعدت المسافات فهو بيقترح عليا شكل طبقا للايه؟ طبقا للنقط او للمناسيب اللي انا مديها له على المسافات المتباعده دي. فعشان كده دايما بنقول ايه؟ المسافات بين النقط لما تيجي تشوف هنا بين الرفع المساحي اللي الراجل ده عامله تقول له دي اي انتر، مثلا بين النقطه دي والنقطه دي عايز اعرف المسافه قد ايه، هتلاقي المسافه هنا 18 متر، معقوله لحد 25 متر الدنيا تمشي، اكتر من كده اظن الدنيا هيبقى فيها مشاكل. طب هنا بين النقطه دي والنقطه دي، ما الحته دي متكلمت فيها سطح، نشوف المسافه قد ايه. المسافه بتتكلم في 161 متر، يعني السطح هنا موجود، اه صحيح في سطح لكن مش هو ده الطبيعة. الطبيعة طبعا بيبقى فيها تضاريس عالي وواطي
وبرك وجبال ومش عارف ايه. فلما اجي مثلا على نقطه منسوبها 10 وبعد 160 متر ابتدي اخد نقطه منسوبها 11 واقول لك المسافات بينهم تتنسب، لا الكلام ده طبعا مش مظبوط، مش هيديني شكل دقيق للطبيعه. عشان كده المنطقه الداخليه دي محتاج ان انا اشيل منها الايه، محتاج اشيل منها الايه النقط، سوري الخطوط اللي هي التريانجل عشان يتكريت معايا سطح مظبوط. هنسلك ونروح هنا نقول له ايديت ونقول له ديليت لاين وابتدي اسلك على الخطوط الداخليه دي. ممكن بقى عشان المنطقه الداخليه دي مش هنعرف نعمل سيلكت العادي ده، ممكن تقول له وانت داخل امر ديليت لاين تقول له اف انتر، وبعدين تبتدي تختار الايه، تمشي بالخط بتاعك ده على الايه، على الخطوط اللي انت عايز تقطعها كلها بالشكل ده، انتر كمان مره انتر، كده هيشيل لي النقط او هيشيل الخطوط دي، وبالتالي البوردر الداخلي ده هيبتدي يظهر معايا. نفس الكلام هنا اف انتر، وابتدي احدد هنا هنا سكيب. وريني كده في الاوبجكت فيور شكل السطح بتاعي عامل ازاي. ادي شكل السطح بتاعنا يا جماعه. فاضل حاجه بسيطه قوي، في نقطه هنا شكل الكونتور عندها غريب وظاهر عندي من البدايه ان فيها مشكله. النقطه دي لما نيجي نقرب كده هنشوف منسوبها كام، كنترول واحد، هنلاقي ان النقطه دي منسوبها زيرو. طب النقطه دي ممكن تكون نقطه مهمه، ممكن تبقى كنترول بوينت، حاجه خاصه بالناس بتوع المساحه او وات ايفر، هي وجودها مهم. مش هينفع ان انا اقول له ديليت واعمل ايه ريبيلد السطح، انا عايزها موجوده لكن عايز السطح اما يتكريت ما يتاثرش بيها. في اكتر من طريقه، الطريقه الاولى ان انا اروح على الاول بوينت جروب واقول له هنا ايه الاول، تعالوا نروح على الاول بوينت جروب 2 نقف عليه كده ونشوف هنا النقط. طبعا ظهرت معايا، هلاقي ان هو مرتب لي النقط من الاصغر للايه للاعلى. هروح عند النقطه دي اقول له سيلكت، هلاقي هي النقطه بتاعتي اللي فيها مشكله منسوبها زيرو. تمام، افهم من كده ان النقطه اللي فيها المشكله منسوبها زيرو. ممكن اروح على البوينت جروب ده واقول له كليك يمين واقول له بروبرتس واقول له ان انا عايز الجروب بتاعي يحتوي على النقط كلها، اكسكلود النقطه اللي منسوبها على حسب المنسوب بقى اللي منسوبها زيرو استثنيها واقول له ابلاي. اول ما هعمل كده اقول له اوكي، طبعا السطح الجروب اتعمل له ابديت والسطح لازم يتعمل له ريبيلد لانك عدلت في الداتا بتاعته. اقول له ريبيلد، هلاقي ان النقطه او المشكله اللي عندي هنا اختفت، نقطه موجوده لكن السطح ما خدهاش معاه في الاعتبار. ليه؟ لانها مش موجوده ضمن الداتا اللي هيتكريت منها. انا جيت على البوينت جروب وقلت له اكسكلود النقطه دي. تمام، الحاجه الثانيه ممكن اقول له لا مش اكسكلود ولا حاجه بروبرتس، واروح هنا اقول له على الاكسكلود شيل العلامه دي رجع لي النقطه تاني، وبعدين اقول له هنا ريبيلد للسيرفس. تمام، السطح كده رجع اهو، رجعت المشكله تاني. ممكن حضرتك من السطح نفسه تسلك عليه كده كليك يمين تقول له سيرفس بروبرتس، وبعدين تدخل هنا على الديفينيشن هتلاقي هنا بيلد، هتلاقي هنا اكسكلود اليفيشن ليس ذان ابن السطح باستثناء المناسيب الاقل من، انا عايز استخدم الامر ده فبقول له يس. وهنا كاتب لي الاليفيشن اقل من ماينس 1000، لا اقول له اقل من 1 عشان انا عارف ان النقطه اللي عامله لي المشكله منسوبها 0 اقل من 1. هنا اقول له ريبيلد للسيرفس هيبتدي يعمل لي اعاده بناء للسطح. ده شكل السطح بتاعي في 3D بعد ما حليت المشكله. كليك يمين اوبجكت فيور. لو انا حابب اعرف مناسيب الخطوط تعالوا بقى نرجع كده نسلك، كليك يمين نقول له سيرفيس بروبرتس، تعالوا نروح هنا نقول له خلي الستايل كونتور 2 ل 10. طبعا في ستايلات كتير، 2 ل 10 معناها ان كل فرق منسوب 2 متر هتديني خط كونتور ماينور ثانوي، وال 10 الثانيه 2 ام، 2 دي معناها 2 ام الاولانيه دي معناها ماينور، كل 2 متر اديني خط كونتور ماينور ثانوي، وكل 10 متر اديني خط كونتور ميجور، الام الثانيه مقصود بها ميجور. معنى كده ان انا لو جيت سلكت وقلت له كليك يمين سيرفيس بروبرتس وقلت له لا انا عايز اخلي 1 ل 5 مثلا، هيبتدي يكثف لي خطوط الكونتور بالشكل ده. كل 5 متر هيديني خط كونتور ميجور، وكل 1 متر هيديني خط كونتور ثانوي. لو جيت سلكت هنا وقلت له مثلا عايز اعرف منسوب الخط ده كام،
الخط ده 431 32 33 34، دول كلهم ايه يا جماعه؟ ماينور. طب وده؟ ده 300، ده 430 ميجور. حتى لون الخط نفسه هتلاقيه فاتح شويه. ممكن اقول له كليك يمين واقول له سيرفيس بروبرتيز، واقول له ممكن ندخل هنا على الستايل، ندخل على الديسبلاي، هنلاقي هنا الميجور كونتور اللير بتاعته واخده اللون ده، ممكن نخليها باللون الاصفر على اساس ان احنا نميز بين خطوط الكونتور والميجور والماينور. ادي الميجور اهي باللون الاصفر والماينور باللون الرئيسي. الانترفال بس بين الخطوط وبعضها بيتحدد على حسب الستايل. ممكن كمان اعمل ستايل خاص بيا، كليك يمين واقول له سيرفيس بروبرتيز، واقول له لا انا مش عايز اي ستايل من الستايلات دي، لا 1 ل 5 ولا 2 ل 10. ممكن اقول له انا عايز اعمل ستايل خاص بيا، اخد 1 ل 5 ده مثلا، اقول له خد لي منه كوبي، ده هسميه ماي سيرفيس ستايل. ادخل على الكونتور واقول له الكونتور انترفال، انا عايز انا احدد لك المسافات، هو اعمله لي هنا 1 ل 5، اقول له لا مثلا خليه نص، هيعمل طبعا تلقائي هيخليه 2 ونص، بيعتمد على اللي كان موجود قبل كده. يعني ده لو نص مثلا لاتنين، وجيت انا قلت له لا خليه واحد، هيبقى واحد لكام؟ هيبقى واحد لاربعه. تمام، هو بيعتمد على اللي كان موجود قبل كده. تمام، طيب خلينا نقول نص، هيرجع طبعا نص لاتنين، هقول له اوكي. اوكي، يعني كل نص متر فرق منسوب اديني خط كونتور ماينور، وكل 2 متر اديني خط كونتور ميجور. لو حابب اعرف منسوب خط كونتور فبسلك وبقول له هنا ايه كونتور سنج، سلك هنا بيديني خط الايه منسوب خط الكونتور. طب لو انا عايز اعرف الخطوط دي كلها مناسبها عامله ازاي، كليك يمين سيرفيس بروبرتيز، تعالوا نكبر شويه الايه الانترفال ده، نخليه 2 ل 10 تاني. عايز اعرف مناسيب الخطوط دي كلها فبسلك وبروح هنا اقول له ايه هاد ليبل، اقول له كونتور مالتيبل، بضغط هنا والخط ده اللي انا بقطع بيه خطوط الكونتور كل خط انا قطعته بيظهر عنده المنسوب بتاعه. تمام، طب لو عايز المنسوب ده يتكرر معايا على كل الخطوط فبسلك واروح اقول له هنا ايه يا جماعه، اروح اقول له اد ليبل، اقول له كونتور مالتيبل ات انترفال، اسلك على الخطين ثلاثه اللي انا محتاج ان انا اظهر المناسيب بتاعتهم، اقول له انترفال مثلا كل 150 متر، يعني اكتب لي المنسوب هنا وامشي على الخط 150 متر واكتب لي المنسوب تاني. تمام، هو ده اللي بيحصل، مشي على الخط 150 متر واكتب لي منسوب تاني وهكذا. طيب لو انا حابب اعرف منسوب نقطه مش على خط كونتور، يعني منسوب نقطه هنا مثلا في السطح مش ظاهر تحتها خط كونتور، فبقول له سبوت اليفيشن يظهر لي هنا المنسوب. انا سبوت اليفيشن دي ممكن اسلك عليها وممكن انقلها من مكان للتاني، وهي كمان السبوت اليفيشن دي بتبقى دايناميك، يعني على حسب المكان اللي انت هتحط فيه النقطه بيقول لك المنسوب ايه. لاحظوا هنا بيتغير معايا المنسوب وانا بتحرك. لو انا حابب لو انا حابب اعرف مثلا الخطين دول، طبعا ده خط منسوبه تعالوا نشوف هنا، خط ده الخط ده منسوب مثلا 8 والخط ده منسوبه 36، 38 36، عايز اعرف الميل بين الخطين دول، هتسلك وتروح تقول له سلوب، عايز اظهر السلوب، هيقول لك فين بالظبط 1 بوينت ولا 2 بوينت، لو قلت له 1 بوينت هيقول لي فين، هضغط هنا هيقول لي الميل هنا ماينس 2 و2 من 10 ل 1، رقم كده صعب في النطق 2 و2 من 10 ل 1. تمام، ماينس دي طبعا مقصود بيها الاشاره الاتجاهيه بتاع الميل. لو انا قلت له لا انا عايز اغير الستايل ده هقول له كنترول واحد، فيقول لي هنا السيرفيس سلوب ليبل ستايل واخد الران اوفر رايس، هقول له لا خليها بيرسنت. تمام، بقت 44.6% مقبوله، يعني حتى وانت بتنطقها مقبوله. طيب لو انا حابب ان انا احدد انا اتجاه السهم، هو هنا فرض عليا اتجاه السهم، بسلك واقول له هنا سلوب واقول له 2 بوينت، وبختار النقطه الاولى هنا مثلا والنقطه الثانيه هنا، فبيقول لي ده الايه ده السلوب بتاعك. ممكن اقول له ام اي انتر ماتش بروبرتيز، اسلك على السلوب ده واقول له ماتش لي الستايل ده منه، هلاقي ان هو خد نفس الايه خد نفس الصيغه اللي هي البيرسنت بدل ران اوفر رايتس. طيب هناك في النقط اللي احنا دخلناها من خلال الاكسل شيت عايزين نحول منها او نكريت منها سطح، فسيرفيس كرييت سيرفيس بنقول له ده هنسميه ناتشرال جراوند ليفل، وبعدين نروح هنا يا جماعه انا دلوقتي الداتا اللي موجوده عندي فيها النقط
نقط واخده description ان جي ال، وفي نقط واخده اس ام ان اتش، وفي ال بي وفي 3. فانا محتاج مثلا اكريت سطح من النقط الديسكريبشن بتاعها ان جي ال، فبروح على البوينت جروب واقول له كليك يمين كرييت نيو، واقول له ده هسميه ناتشرال جراوند ليفل جروب. هدخل هنا على الستايل، مثلا هديله ستايل الستيشن اي نقطه، الليبل ستايل نان، وادخل هنا اقول له انكلود النقط على حسب الديسكريبشن. هكتب له هنا ان جي ال واديله نجمه صغيره كده واقول له ابلاي. طب ليه النجمه الصغيره اللي انا كتبتها دي؟ النجمه دي فايدتها ممكن الراجل هو بيرفع رفع الارض الطبيعيه في منطقه، فكانت الارض طينيه، منطقه تانية كانت الارض صخريه، فهو حب ان هو ايه يقول لي دي اسمها ان جي ال 1 يقصد بيها الارض الطينيه، ان جي ال 2. فانا لو قلت له حط لي في الجروب الان جي ال فقط هيدور على النقط اللي الديسكريبشن بتاعها ان جي ال. طب انا عايز كل الان جي ال، كل نقطه واخده ديسكريبشن ان جي ال، سواء بقى بدا بان جي ال او الديسكريبشن بتاعها ان جي ال فقط، تدخل معايا في الجروب فبحط له نجمه على اساس لو لقى ان جي ال 1 يحطها، ان جي ال 2 يحطها، ناتشرال جراوند ليفل ان جي ال مثلا ومكتوب وراها جمله كامله، المهم انها بدا بان جي ال يدخلها معايا ضمن الايه؟ ضمن الجروب بتاعي. هقول له هنا ابلاي، لو رحت هنا على البوينت ليست هلاقي ان كل النقط خدت ديسكريبشن الان جي ال، مش هلاقي اي نقطه واخده اي ديسكريبشن تاني. هقول له اوكي. زي ما انتم شايفين كده لو انا حابب اكريت سيرفيس، انا بالفعل كريت الداتا بيس، هعرف الايه السيرفيس بتاعي من خلال بوينت جروب، كليك يمين اد واقول له هات لي هنا الان جي ال اوكي، فيبتدي يضيف لي السطح بتاعي يا جماعه بالشكل ده. كليك يمين اوبجكت فيور، ده شكل السطح بتاعي او الطبيعه بتاعتي من نقط ال NGL فقط. في نقط تانية ما تأثرتش بالجروب ده زي النقطة دي لأن الديسكريبشن بتاعها باختصار مش NGL. لو وقفنا عليها كده هيقول لي إن الديسكريبشن بتاع النقطة دي TR 3. طب لو أنا حابب أعمل جروب مثلا للمناهل، فبقول له كليك يمين نيو وبقول له إن أنا عايز أعمل جروب للمناهل MNH، ده الاختصار بتاعنا. وهنا طبعا هديله السناتري سيور مانهول كستايل، وهديله هنا الليبل نان، مش حابب إن أنا أظهر جنبه كتابات. انكلود النقط على حسب الديسكريبشن، هقول له ام ان اتش وادي له برده النجمه الصغيره دي واقول له ابلاي، ونروح كده نبص على البوينت ليست هنلاقي كل النقط اللي دخلت في الجروب نقط اللي واخده الديسكريبشن ام ان اتش، مفيش اي نقطه ثانيه واخده ستايل جروب ده. ار اي انتر، هنلاقي هنا يا جماعه زي ما انتم شايفين كده النقطه دي نقطه منهل. طيب نرجع تاني معلش على المناهل، كليك يمين بروبرتيز وادخل هنا على الانكلود، هلاقي على سوري على البوينت ليست هلاقي هنا كل النقط مناهل. طيب الفايل ده اللي احنا كنا مدخلين في المناهل مع التايب دي، النوع بتاعها سناتري اس ان اي، المفروض اس اي ان، معلش مكتوبه غلط. وهنا ستور اس، يعني ما اقصد ان الجروب ده فيه كل المناهل بكل انواعها. طب انا عايز اخلي كل نوع لوحده، هاجي على الجروب ده واقول له كوبي، خد لي منه نسخه. الاولاني ده ممكن نعدل اسمه بوبرتس ونقول له ايه، خلي ده السناتري اس اي ان، انكلود المناهل. لكن الكويري بيلدر اللي انا هصنف على اساسها مش هتكون المناهل، هعدل الكويري مش هتكون الديسكريبشن، واقول له خلي التصنيف البروبرتي بتاعتك على حسب التايب. وهنا الفاليو القيمه بتاعتي هتبقى اس ان اي، ده الديسكريبشن او التايب اللي واخداه المناهل في الديسكريبشن، واخده تايب اس ان اس ان اي سناتري. هقول له هنا ابلاي وادخل هنا على البوينت ليست، هلاقي ان العدد قل معايا، وكمان هلاقي ان هو خد لي بس الايه السناتري بس حطهم في الجروب ده. ده بالنسبه للجروب الاولاني. يعني الجروب الثاني عايز احط فيه الستورم فقط، كليك يمين واقول له بروبرتيز واقول له اديني هنا ستايل الستور سيور مانهول، وهنا ده هنسميه اس تي او مانهول. ندخل على الكويري بيلدر برده، طبعا هنا كلهم لسه موجودين مناهل سناتري وستور. هدخل على الكويري بيلدر هنا واقول له ان انا عايز اعدل الموديفاي الكويري، البروبرتي بتاعتي هتبقى هي التايب، واكتب له هنا يا جماعه الايه الصيغه بتاعتي اس او الفاليو بتاعي اس تي او، وادي له النجمه الصغيره دي واقول له ابلاي. وبعدين ندخل على البوينت ليست هنلاقي برده العدد معانا قل، لكن خد لي بس هنا المناهل اللي هي الستور. اسف لو طولت في المحاضره، وكان لازم نتكلم في البيزكس دي عشان احنا هنتكلم في ديزاين لانترسكشن وانترتشينج وراوند اباوت، فلازم الناس اللي لسه جديده معانا في السيفل 3 دي يكون عندها المعلومات دي. واسف كمان لو اجملت في المعلومات لان المهندس هشام اكيد اتكلم عنها بالتفاصيل في الكورس بتاعه، فانا مش حابب ان انا
أكرر الموضوع، يعني حابب إن إحنا نتكلم في حاجة مختلفة شوية. منسوب أي نقطة ما أنا قلت لحضرتك، ممكن تعمل سبوت إليفيشن بالشكل ده، بتسلك وتروح تقول له أد ليبل، تقول له سبوت إليفيشن، فبتعرف مثلا منسوب نقطة. لكن لو عايز تضيف نقطة بالشكل ده اللي هو بوينت، كليك يمين كرييت، عايز أضيف نقطة مثلا، هضيف نقطة أحطها هنا، هديها ديسكريبشن، مش هديها ديسكريبشن، هديها إليفيشن صفر مثلا، فالنقطة دي منسوبها صفر دلوقتي، تمام؟ لما أجي أقول له كنترول واحد، ده منسوبها كام؟ منسوبها صفر. طب لو أنا عايز آخد منسوبها من السطح اللي تحت منها، بسلك عليها وأقول له كليك يمين، وأقول له إليفيشن فروم سيرفيس، هيقول لي حدد السطح، لو عندي أكتر من سطح، أنا دلوقتي عندي الـ NGL فقط، أقول له أوكي، إديني منسوبها من الـ NGL. دلوقتي النقطة لما تيجي تسلك عليها هتلاقي لها منسوب 1014، ده خده من سطح الأرض الطبيعية اللي موجود عندنا.